ارتفعت أسعار مواد البناء والإكساء خلال الأسابيع الأخيرة بنسب وصلت إلى 40% متأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع الطلب على بعض المواد نتيجة انخفاض كمياتها في الأسواق. مزيد من التفاصيل في تقرير حسام الجمال. كل شيء يرتفع سعره في سوريا ودخل المواطن يتراجع أمام هبوط سعر صرف الليرة السورية والتضخم وعدم وجود دراسة اقتصادية حكومية للحد من النزيف الاقتصادي. مواد البناء والإكساء ارتفعت أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق سيطرة النظام بنسبة وصلت إلى 40% بسبب انهيار قيمة الليرة وارتفاع الطلب على بعض المواد لانخفاض كمياتها في الأسواق ليصل سعر طن الحديد إلى 10 ملايين ليرة وطن الإسمنت إلى 800 ألف ليرة سورية. خبير الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي قال لصحيفة الوطن إن ارتفاع الأسعار انعكس على أسعار العقارات التي ما زالت قيد الإنشاء، أما سعر العقار المبني سابقا فلم يشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب قلة الطلب والركود الذي يخيم على هذا القطاع، مشيرا إلى أن معظم عمليات شراء العقارات تجري من قبل مستثمرين أو مغتربين مستغلين ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العقارات المعروضة ولا سيما المنازل. وفي حزيران الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السورية أسعار الإسمنت البورتلندي والبوزلاني والفرض، وسبقها في أيار من العام الفائت رفع أسعار الإسمنت المعبأ والفرض المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت إضافة إلى مواد البناء بنسبة 90%. ارتفاع أسعار مواد البناء سيخلق مزيدا من الجمود في سوق العقارات المتأزم أصلا بفعل الغلاء الفاحش وضعف الدخل لمعظم السوريين، وسيؤثر هذا الارتفاع بشكل سلبي على إيجارات المنازل في ظل الوضع الاقتصادي المنهار الذي يعيشه المواطن السوري. وانضم إلينا من روما الصحفي محمد بارودي. مرحبا بك سيد محمد. ما هي أسباب الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء والتي وصلت إلى 40% تقريبا؟ يعني يبدو بأن السلسلة الكبيرة التي اعتاد النظام أن يدخل بها الجميع، يعني هذه الدوامة الكبيرة التي تشمل كل القطاعات، اليوم لا يوجد قطاع إلا ويشمله الكثير من التحديثات ولكن نحو الهاوية دائما، والأغلب يكون هذا القطاع هو حيوي، فبالتالي اختياره الآن هو لموضوع العقارات من بعض سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها بداية من تنظيم عمليات البيع والشراء، وهذا ما انعكس بداية على تدمير هذا السوق. وتحدثنا أعتقد عبر تلفزيون سوريا منذ أشهر عن الآلية التي وضعها النظام في البيع والشراء والتي نسفت سوق العقارات في سوريا بشكل كامل، ليأتي من بعدها أيضا موضوع الاحتكار لبعض المواد التي باتت توزع بحسب الولاء في كثير من المحافظات، وهذه المواد يعني لا تقل في أهميتها ولا تقل في تواجدها في الأسواق عن المواد الأساسية التي تدخل في حياة المواطن اليومية، من أهمها الحديد، الإسمنت، والكثير من الأمور التي تكون تشغيلية لقطاع البناء، فتم حصرها بالعديد من الأسماء المقربة من النظام من التي لديها ولاء، فبالتالي صار لدينا سوق يجب أن يتبع لتسعيرة واحدة يضعها شخص أو اثنين في كل مدينة من المدن السورية. فهذه السلسلة من الأخطاء التي كانت ممنهجة إداريا نسفت سوق العقارات، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي الحالي الذي أصبح فيه العقار الملك للمواطن أشبه بأنه معجزة، لا يمكن أن نقول حتى رفاهية. فكل هذه الأسباب وصلت بالناس إلى ما هم عليه. اليوم لو تحدثنا في مدن رئيسية كان فيها بيع العقارات يعني هو الدينامو الأساسي في سوريا مثل دمشق ومثل حلب، نجد بأن هذه البيوع وهذه العمليات التي تكون الآن في البيع والشراء لا تتجاوز حتى 2 أو 3% مما كانت عليه في 2015 و2014. طيب بناء على هذه المعطيات، بناء على هذه المعطيات التي تتفضل بها، كيف تفسر وجود إقبال في ظل عدم تناسب الأسعار مع الدخل والوضع الاقتصادي العام في البلاد؟
يعني الموضوع هو بالذهاب إلى الحل التدميري، يعني يوجد لدينا الآن وزارات تعمل، يوجد لدينا الآن يعني من لدى النظام من ينظمون الأمر العقاري تحديدا، يعني وكأنهم لا يعيشون ما بين الأوساط السورية ولا يدرون سواء إذا كان التسعير بما يخص موضوع الإيجارات أو إذا كان في موضوع التمليك وأيضا موضوع التصاريح التي تعطى لإنجاز الأبنية، لأن الأمر هو كما أخبرتك مناط بعدة أشخاص مقربين لديهم السلطة أن يمنحوا أو أن لا يمنحوا، وبالتالي يعني الأمر أصبح مكشوفا بأن الأمر يسيس دائما باتجاه أن يكون هناك أزمة. يعني الكل يعلم المناطق التي أعاد النظام سيطرته عليها، لو أخذنا مثالا في ريف العاصمة دمشق مثل أحياء مثل جوبر وزملكا وغيرها، هذه الآن سويت بالأرض، لماذا النظام لا يسمح بها أن يكون هناك تصاريح لأهلها ليعودوا ويكونوا مرة ثانية بها ويعمروا على حسابهم الشخصي؟ لو هو سمح لهم فقط لوجدنا بأن العقارات في دمشق مثلا حللنا حوالي 1,000,000 وحدة سكنية فقط في 4-5 مناطق، فما بالك في كل سوريا. إذن هذا يعطينا بأن الأمر مفتعل، هذا الأمر ربما بقرارات يعني تخرج في الليل وفي النهار من النظام يبدو بأنها سطحيا لا تعني شيء، يبدو بأنها بريئة، ولكن على المدى البعيد تعطي هذا الدمار الكبير. كما قلت لك موضوع اليوم المواد أصلا التي يعتمد عليها البناء اليوم يتم احتكارها بشكل كبير، علما بأن هناك فائض ربما في بعض المدن مثل حماة وحمص، ولكن المافيا التي يدعمها النظام في موضوع البناء تذهب بهذه المواد سواء إلى العراق أو إلى لبنان من خلال شبكات تهريب ويحرم منها السوق السوري، فبالتالي الأمر هو مفتعل. هذا الأمر أمر مفتعل طبعاً. أنت ترى أن الموضوع مفتعل، يعني ليس ضمن السياق الارتفاع العالمي بالأسعار والأزمة الاقتصادية في سوريا. سيدي يعني ربما موضوع ما فينا نقول عالميا، يعني سوريا تخرج من التصنيف العالمي بموضوع الأسعار، يعني اليوم طن الحديد للبناء في تركيا مثل لبنان يعني يوجد افريج معين لا يتعداه يعني، ولكن في سوريا يتم شح الماده مثلا او ربما ربط الماده بشركات معينه يجب ان تشتري منها، فبالتالي هذه الازمات التي يفتعلها النظام. طبعا لا ننسى بان النظام مهم جدا ان يكون هناك ازمه الايجار ايضا، يعني اليوم لو يبني ابنيه جديده سيكون لدينا المستاجر سيصبح مالك، النظام لا يريد هذا الموضوع، ليكون هناك يعني تغيير ديموغرافي كما يشاء، ليكون هناك إرهاق دائم للمواطن، أن يكون لديه مدفوعات شهرية دائمة ما عدا الخلافات التي تجري، ما عدا التغيير والتبديل الذي يجري. اليوم عندما نرى أبناء دير الزور مثلا لديهم الأراضي، لديهم المواد التشغيلية، لديهم القدرة المالية على البناء، ولكن النظام اليوم نشرهم في ضواحي دمشق مثلا مثل ضاحية السيا ودمر. لماذا؟ هذا يستطيع ولديه عنده استطاعة كبيرة أن يبني عمارة لوحده، ولكن لا يستطيع أن يحصل على الترخيص، هذا واحد. المواد التشغيلية والأساسية يوجد فيتو كبير من النظام أن يكون هناك تواجد لها إلا لمن لديه الولاء المعين، ولا يخفى على أحد كما الأيام سابقا موضوع رخصة عمار سواء إذا كان سطح سواء إذا كان تعديلة خفيفة في موضوع شيء يعني يحل أزمة سكنية، النظام يقف لها وكأنها يعني شيء خطير جدا في البلد، وكل محافظات النظام تسعى لتدمير أي شيء يبنى في حال لم يكن حائز على الموافقة. فبالتالي نحن أمام حالة معقدة نوعا ما في موضوع العقار، هي موضوع المافيا التي تشرف على المواد الأساسية كالحديد كالإسمنت وكل ذلك، وربطها ببعض المؤسسات الخشبية التي منذ الأزل يعني لم تكن إلا هي سبب مشكلة مثل الإسكان العسكري وغيرها، عندما نرى بأن السوق دائما يعني يغذي هذه المؤسسات علما أنها لا مشاريع لها، ولكن يحرم السوق المدني من هذه المواد، بالإضافة إلى موضوع لا يمكن لك أن تحرك بلوكة واحدة إلا إذا كان لديك معارف في البلديات، معارف في المحافظات، مجالس المحافظات. إذن من المستفيد الأكبر من انهيار الأسعار، أسعار العقارات وخاصة في الأماكن التي تقول فيها الخدمات بالأساس؟ أنا أتخيل موضوع الانهيار هذا أيضا مركب على ما أنتجه النظام من قرارات بموضوع البيع والشراء،
يعني من غير الممكن الآن أن تقول لي عليك أن تبيع منزل مثلا في العاصمة دمشق في منطقة البرامكة بمبلغ 3 مليار. 3 مليار يجب أن تحصل على موافقة حاكم مصرف سوريا المركزي لكي يسمح لك أن تستلم هذا المبلغ، ويراجعك فرع أمني بعد 10 دقائق لعد المبلغ وأنك لم تحوله إلى الدولار. من اخترع هذا القرار هو من دمر سوق العقارات أصلا، فبالتالي الآن لا يوجد بيع، لا يوجد شراء، العرض كبير، ومن يعرض كلنا نعلم هو يعرض يريد أن يهرب من هذه البلاد. يعني اليوم نجد أصدقاء في تنظيم كفر سوسة، في المزة، في كل هذه الأماكن التي كانت تعتبر سكن أول في سوريا، يقول لك أنا أبيع بنصف السعر، كان ثمن البيت مليون دولار ب 300 ألف دولار أنا ممكن بيع، ولكن من سيدفع؟ اليوم تتحدث أنت عن 4 مليار ليرة بيطلعوا 300 ألف دولار، ففعليا بدك موافقة نصف الدولة لتحصل على هذا المبلغ، وسيتم جمركته أيضا وسيتم البلطجة عليه. فبالتالي نحن أمام أزمة مركبة، لا نريد أن نبني شيء جديد، ولا نريد أن يبيع صاحب العقار، ولا نريد أن يكون هناك طابو أخضر جديد، لأن أيضا معاملة الطابو الآن الكل يعلم يجب أن يكون لديك موافقة أمنية، يتم دراسة ملف العائلة كاملا، لماذا تريد أن تختار هذا الحي، من أين أتيت، هل كنت مغترب، من لديك في الخارج، كل هذه الأمور. يعني من وضعها هو وضعها لدمار هذه النقطة. وأيضا نجد موضوع التغيير الديموغرافي في الكثير من الأحياء الحيوية سواء في العاصمة أو في المدن الكبرى كحمص وحلب، يعني نجد موضوع التسهيلات تكون لفئة معينة. يعني عندما يأتي أحد لديه أذرع في إيران، لديه مؤسسة معينة، يتم تسهيل الأمر، نجدهم يعني بسطوا انتشارهم بشكل كبير في كثير من المناطق دون أن يسأل أحد لا عن الأوراق ولا التسهيلات. فهذا أيضا ربما يفتح المجال على موضوع التغيير الديموغرافي، ولكن أولا وآخرا الموضوع هو مفتعل. الناس الآن لدينا القوى العاملة، لدينا الشركات التي لديها نوعا ما احترافية في العمل، ولكن دائما يكون الأمر ما بين التراخيص التي لا تعطى وما بين المواد التشغيلية الأساسية لموضوع البناء. أشكرك كثيرا، كنت معنا من روما الصحفي محمد بارودي. في ملفنا الأخير، مدينة الباب تشتكي من جودة الخبز.